اهلا بحضراتكم مره تانية، ما زلنا معاكم من خلال الاهلي في كل مكان، ونجدد الترحيب بضيفنا نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف، بعد ما اتكلمنا عن المباراه الشهيره 4-2 الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر 78، عندنا نقاط كتيره قوي عايزين نسمع راي حضرتك فيها عن الموسم الجديد. اول حاجه، فكره تطبيق قائمه ال 25 لاعب ام ال 30 لاعب، ايهما تفضل وليه؟ بص هقول لك على حاجه، في الانديه الكبيره حكايه اللاعبين الكتير دي اديك بتشوف ان انت بيجي في منتصف الموسم وبتلاقي ان في لعيبه بتاثر عليك عشانك انت تبقى عايز تلعب، فبتعمل لهم اعارات او انت بتبقى اتفرجت او بتحدد القوام الاساسي بتاعك شكله ايه. ده بالنسبه للفرق الكبيره، واعتقد ان ال 25 بالنسبه لك كانوا بقى مكافيين ومدين فرصه كبيره قوي للتنافس ولتحديد اللاعبين الاساسيين واللاعبين اللي هم اصحاب ال 45 دقيقه، اصحاب اللي هم 70 دقيقه، اصحاب ال 20 دقيقه. كل لاعب حسب طريقه الاستفاده، كل لاعب حسب طريقه الامكانيات بتاعته والشغل اللي عمله في السنه نفسه قدام الاجهزه الفنيه والشغل. فتح لك باب الناشئين، يعني باب الناشئين مفتوح لك دلوقتي انك انت تقدر تستعين بالناشئين وتحدد كميه كبيره قوي، ونعتمد بقى على هذا الباب اللي احنا قافلينه خالص. القضيه دي مهمه يا كابتن شريف في الفتره الجايه، ان الاهلي يبدا يستفيد بجيل الشباب والناشئين موجود عنده، وفعلا بتركيز يشوف افضل العناصر اللي ممكن يبقى لها دور في الفتره الجايه. والله جميع الانديه وجميع الخطط والتخطيطات العالميه كلها بتبحث عن الناس اللي هي بتوصل بعد 19 سنه وما بتلاقيش مكان تبقى موجوده فين. فدي بقت سلعه كبيره قوي، تقدر تدخلك ملايين كمان، انك تقدر تعمل تدوير ليهم في الدول او تدوير ليهم في الفرق الاخرى او تدوير ليهم في مناطق انت تقدر تستورد منها برضو نفس السن ده ونفس حاجه، بدل ما بنبحث دايما على اللي هو الفافوريه اللي هو يجي لك جاهز عشان تقول له ادي، او احنا عايزين حالا البضاعه دلوقتي تطلع دلوقتي من الفرن يعني.